السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة. أصدقائي الذين يعيشون في ألمانيا، هل عندكم هذا الأوسفايس، هذا الكتيب لكم ولأطفالكم؟ اسمه بونوس هيفت. إذا لم يكن عندكم هذا الكتيب الصغير، يجب عليكم أصدقائي أن تذهبوا وتحصلوا عليه من عند دكتور الأسنان لكم ولأطفالكم، لأن هذا البونوس هيفت سوف يوفر عليكم بالمستقبل، لا سمح الله، إذا احتاج شخص إلى زراعة للأسنان أو احتاج شخص إلى جسر للأسنان إلى آخره، بالمستقبل يمكن أن يوفر عليكم أموالا كثيرة، ويمكن بسبب هذا الكتيب أن تحصلوا على تخفيض كبير من عند الكرانكن كاسر، يعني من عند التأمين الصحي الخاص بكم، ويدفع لكم إلى 60%، ومرات يمكن أيضا أن يدفع لكم أكثر فقط لأنه عندكم هذا الكتيب. سوف أخبركم عن هذا الكتيب، أين تحصلون عليه، ولماذا ضروري يجب أن يكون عند كل شخص يعيش في ألمانيا لكم ولأطفالكم، وكيف تحصلون على الختوم. وأيضا سأحكي لكم قصة هذا الدفتر. أنا عملت هنا فقط ورقة صفراء، لأنه هنا يكون مكتوب الاسم الشخصي والاسم العائلي، وهنا مكتوب أيضا تاريخ الميلاد ومكتوب العنوان، فعملت فقط هذا هنا ورقة عليه، يعني من أجل حماية بياناتي. هذا الدفتر أو هذا الكتيب اسمه بونوس هيفت، وضروري أن تحصلوا عليه، لأنه أغلبكم سوف يعيش في ألمانيا مدة طويلة، يعني ألمانيا صارت وأصبحت هي وطنكم الثاني أيضا بالنسبة لأطفالكم. هذا الكتيب تحصلون عليه مجانا من عند دكتور الأسنان، تذهبون عندهم وتقولون لهم أعطوني بونوس هيفت، سوف يعطوكم هذا الدفتر. هذا الدفتر فيه خانات معينة كما تلاحظون أصدقائي. عندما تذهبون عند الدكتور سوف يعملون لكم هنا ختم بأنكم ذهبتم. عندما يذهب أطفالكم إلى الدكتور، دكتور الأسنان سوف يعمل هنا أيضا ختم بأن أطفالكم ذهبوا، بونوس هيف. بالنسبة للأشخاص البالغين ينصح، أو التأمين الصحي ينصح دائما بأن الأشخاص البالغين يعني 18 سنة وفوق أن يذهبوا مرة واحدة في السنة عند دكتور الأسنان، أن تعملوا كنترول حتى إذا ليس عندكم ألم، حتى إذا ليس عندكم وجع، مرة واحدة في السنة ضروري أن تذهبوا، يعني إذا لم تعملوها بعد في سنة 2019 قبل أن تنتهي 2019، إذا حصلتم على شي موعد عند دكتور للأسنان سيكون جميل، وبذلك ستحصلون على أول ختم سنة 2019. تدخلون عند الدكتور، يكون معكم هذا الكتيب، هذا الهفت، بونوس هيفت، مع الكارت الخاص بكم بالتأمين، تعطونه مع بعض للشخص الذي يشتغل هناك عند دكتور الأسنان، تقول له أريد أن أعمل تسان كنترول، يعني فقط كنترول للأسنان، مراقبة للأسنان. بعد ذلك سوف يعملون لكم ختم واحد هنا، وسيعمل إذا كنتم 18 سنة لفوق سوف يعملون لكم علامة على ثاني وحدة اللي اسمها تسان أغتس لشيء أنتازوخم، لأنكم ترغبون فقط بأن تعملون أنتازوخم. إذا الناس البالغين من 18 سنة لفوق يكفي ختم واحد. بالنسبة للأطفال الصغار أو الشباب اللي أقل من 18 سنة يجب أن يذهبوا مرتين في السنة عند دكتور الأسنان، يعني إذا عندكم أطفال صغار وذهبوا إلى دكتور الأسنان، أو عندكم شباب أو أنتم شباب يعني بين 14 إلى 8 إلى 17 سنة، الشباب بين 14 إلى 17 سنة يجب أن يذهبوا مرتين. عندما تذهبون كل مرة خذوا ختم 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 ختم، بعد 5 سنوات أنتم تذهبون بانتظام إلى دكتور الأسنان، بعد 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات سيكون هذا الكتيب قد امتلأ، وإذا حصل لا سمح الله أنه واحد حصل له شي مشكل كبير في الأسنان والسن لازم ينزع، لازم يحدث زرع، لازم الواحد يعمل جسر بروك أو تسان إمبلانتاسيون إلى آخره، ف
في هذه الحالة بسبب هذا الكتاب يمكن أن تبرزوا وتظهروا لتأمينكم الصحي أو كبارما تشنيكا بأنكم كنتم تذهبون بانتظام عند دكتور الأسنان، وعندما يرون هذا الكتاب بأنه منذ 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات وأنتم كل مرة في السنة تذهبون بانتظام، يمكن أن يقول لكم أوكي أنتم كنتم تعتنون بأسنانكم، تذهبون بانتظام سوف تحصلون على تخفيض جديد ويدفعون لكم فاتورة كبيرة. هذا الكتيب اعتمدته ألمانيا سنة 1989 لأنهم لاحظوا في الثمانينات بأن المواطنين الألمان لم يكونوا يذهبون عند دكتور الأسنان، فكانت تحصل لهم مشاكل كبيرة في الأسنان. عندما تم اعتماد هذا الكتيب سنة 1989 لاحظوا بأنه الناس اللي عندها 18 سنة وفوق أصبحت تذهب بانتظام، تعمل دائما أنتازوخهم كنترول نظرة على الأسنان، وبذلك أصبحت أسنانهم رائعة، والأطفال أصبحوا بسبب هذا الكتيب مجبرين أن يذهبوا مرتين في السنة يعملون أنتازوخهم كنترول، ولذلك أصبحت أسنان الألمان أسنان جيدة. هذه نصيحة مني إليكم، اذهبوا واطلبوا هذا الكتيب مجاني، مرة واحدة في السنة للبالغين تكفي، كل مرة يعمل لكم ختم، للأطفال مرتين في السنة يعملوا فيها كنترول وسوف يعملون لهم بروفيلاكس اندوفيدوال بروفيلاكس بالنسبة للأطفال. انشروا الفيديو جزاكم الله خيرا كان يصل لعدد كبير من الناس، كي يستفيد أيضا عدد كبير من الناس. شكرا على المتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.